احنا نميل الى ان تكون الوحدات الحكومية وحدات مدرة للدخل بحيث تغطي تكلفة الانتاج. عدد العاملين في الدولة العراقية تضخم نتيجة ضعف قدرة القطاع الخاص على احتواء العاملين، فالحكومة ورثت مجموعة من المشاكل. قامت بإطلاق التعيين 850 ألف درجة وظيفية من أجل استيعاب هؤلاء. طبعا بعض الوزارات الاتحادية لديها حاجة، بعض الوزارات الأخرى لديها شحة، لديها فائض. فعملية إعادة النظر في هيكل الوزارات الاتحادية حسب نوع النشاط، حسب إمكانية تطور النشاط، يمكن أن يكون هناك توظيف لهذه الطاقات العاطلة. اقترحنا منذ وقت مبكر، بما أن الحكومة ترغب في دعم القطاع الخاص وهناك موظفين فائضين عن الحاجة، من الممكن توجيه الدعم من خلال موظفين مدفوعين الثمن، يعني إعارة الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص. هذا مو صعبة لأنه أكو اختلاف بالرواتب؟ لا، الحقيقة هو هذه إجازة الخمس سنوات. أي؟ الخمس سنوات يعني عندما يكون هناك فائض عن احتياج الدائرة ويكون هناك طلب على هذا الشخص بالقطاع الخاص، يتم إعارته مقابل تحمل الراتب الإسمي وفقط من الجهة الرئيسية العامة، يعني وزارة المالية، والجهة التي تستعير هذه الخدمة تقوم بإعطاء راتب يحسن دخل هذا المنتسب ولا يشكل عبء على القطاع العام باعتبار أنه فائض عن الحاجة.